واش توحشوني ولا ما توحشتونيش؟ واش توحشوني ولا ما توحشتونيش؟ انا توحشكم بزاف ومتحمسه بزاف داكشي اللي غنديروا انا وياكم ان شاء الله في هذه المرحله الجديده من الحياه ديالنا كاملين. كنخربقها لكم اوف كورس، راح توحشكم بزاف. وزعما زعما راه نبداو نرجع اليوتيوب مزيان ان شاء الله. يا ربي دعوا معايا ما نكونش عاوتاني كنهضر بحال ديما. يلا فطرت هذه دابا ال 11 قل شي حاجه، قل وقل الله روب. ويلا نقصوا ساعه اليوم، اليوم الحد غدا رمضان ان شاء الله. عرفتوا شنو؟ يلا سولت ماما قلت لها ماما واش غدا رمضان، حيتاش انا قلبت شحال هذه في جوجل ولقيت باللي 12 شهر 4 رمضان، وانا نقول او علاش حتى شي واحد ما كيقول مبروك رمضان في انستغرام. سولت ماما وهي تقول لي نهار الاربعاء رمضان، اليوم الحد ان شاء الله. اول حاجه غنمشي لحيت تيسير لواحد لاجونس ديال الكيران، وغنجيب واحد الباكاجين اللي وصلني من عند واحد سكيت شوب كاين في اكادير، حيت رمضان ديال سكيت بوردين. ودابا تعطلت بزاف صراحه، غتمشي معايا اختي كنت وين نمشي بوحدي، وانا نقول لها بغيت تمشي معايا السكيت بارك، كنقول واش غندب حتى نقولها ليها حيت غنبغي السكيتي على خاطري، ولكن مهم ماشي مشكل باش تلعب معنا. هي كتسمعني واقيلا. شكون هبه؟ اوكي سو غنمشي نجيب سكيت بورد. اول حاجه عاد غنمشي للسكيت باك ديال نيفادا اللي كاين في المدينه، قرعه الماء ليمونه وتفاحه. اخر مره شي سيمانه هذه باش مشيت للسكيت بارك ما كنت كاع ولا مدا السكيت اصلا، عيطات عليا غير صاحبتي نهيله مع هي كتمشي كتلاقى مع البنات دايرين جروب كيبقاو البنات اللي كيديروا السكيت وكيديروا الرولرز، فمشيت باش نتلاقى معاها باش نشوف نيت الاجواء شي شويه. عجبوني الاجواء بزاف، لقيت زعما بنات ما كيعرفوش بعضياتهم وكيتعاملوا مع بعضياتهم بحال اللي كيعرفوا بعضياتهم بحال الصحابات، ما داكشي عجبني. عجبني ركبت جوج تاع سكيت بوردز، وحده صراحه ما عجبتنيش بزاف، وركبت لون بورد وعجبتني، ولكن هاد السكيت اللي غناخذ دابا ماشي لونغ بورد حيتاش ما بغيتش غنبقى نكروزي صافي نبقى غير غادا وكنتمشى بها، لا بغيت نتعلم لها نيت نلعب في البول، بغيت ندير تريكس الاولي خاصني نتعلم ليها ان شاء الله. المهم بشويه بشويه اخر حاجه غنحتاج هي شكاره، حيت غيخصني نبقى واخا الشكاره ديال هبه فاش كانت كتقرا في البريمير وقيله. هذا هو الصباط اللي لابسه، اصلا انا عارفه غيتقطع ولا غطر عليه شي حاجه. واو هادشي زوين. اوكي يلا نمشي. الحمد لله انا متحمسه يا ربي دخل عليا هادشي بالصحه وبالسلام، وهي الصحه صراحه الصحه والسلامه ما غتكونش، حيت تقدر تكون الصحه الحمد لله ان شاء الله، ولكن السلامه ما كايناش في سكيت بورد. المهم الله يسك. جبتها عرفتوا شنو طرا لي؟ هي اختي كتبان لي معايا بزز منك في البلوك. المهم جبتها ومشيت لاجونس ديال حيت تيسير وما كانت عندهم الكار ما خواش داك الشيء داك الصخره اللي جاب. ورا انت اللي باغا سكيت بورد نهار الحد، كون صبرتي شي شويه كون وصلتك حتى للدار. وفي الاخر مشينا حتى الكراج ديال الكيران، وكنت بغيت نصور لكم حيت اول مره نشوف كراج الكيران، وصافي جبتها ودابا غنشدو الكار باش نمشيو لنيفادا ان شاء الله مع الاخت الكريمه هبه. عقلتوا عليها الناس اللي عاقلين علاش هادي كتصور معايا؟ تبدلت بزاف ياك. First skateboard من عند تمارا سكيت شوب. Let's unbox it. هاكا كيسيرو First try. اوكي بسم الله. مازال يلا غنتعلم. فرست رايد وصراحه تفرجت بزاف في فيديوهات ديال يوتيوب على هذا الشيء بزاف، حتى شبعت السكيت بيوتيوب، ولكن من جيت نركب فوق منها جاتني غياخذ ديال الوقت بزاف باش نتعلم. اليوم ان شاء الله غنتعلم غير رايدي، هذا هو اهم حاجه وصافي. ثانك يو تامارا سكيت شوب فور ذيس. ياسين خاصني نتعلم
المهم صراحه حسيت براسي داكشي اللي كنشوفو في يوتيوب كندير بحالو شوي تيب ما كنديرش بحالو صراحه. ولكن المهم شوفوا يا مات سنة هذه الحاجة اللي كنشوف في يوتيوب. الحاجة اللي مازال خاصني نتعلم هو بوشين، ما كنعرفش ندفع مزيان. بعد مرات كندفع مزيان، بعد مرات كندفع مزيان ما كيهربش عليا السكيت، بعد مرات لا. خايفة على البرد ديالي مسكينة، الدفع ديالي حالته حالة. هاي بناتي كنناس كتي معاهم. هاي هادي يلاه كراتها، الناس اللي بغاو يعرفوا شحال كيكريو نص ساعة 10 دراهم للرولرز وحتى سكيت في البولصة. صح صعيبة بزاف ولكن هادي شي مع الدنيا. لا هادي ديالي ديالك شريتها. اه شريتيها. اها انا صراحة عجبني هادشي، عجبني الاجواء. انتوما قولي انت شحال وانت كديري رولرز؟ شهر شهر. صغار كيلعبوا كنقول علاش انا ما بديتش هادشي من الصغر. هذه هي صاحبتي ديما كندوي عليها. المهم اتس ماي 6 داي. شنو 6 داي؟ قبل ليرنينغ. لا زعما من قبل من نص ايام وانت كديريها. لا هذا هو داي 6. يعني انا عند راسي قديمه داي 6. وعلاش بديت؟ تقلت ما يدير صافي هادشي اللي كيزيد. انا صراحه علاش بديت سكيت؟ واخا كنا ديجا صورنا واحد الفيديو ديال رايبي مع واحد البنت نيت كتسكيت هنايا وما ديتهاش في السكيت بزاف. قلت واه هادي حاجه زوينه الناس اللي كيديروا، ولكن المهم ما فكرت ما تخيلتش راسي كنديرها. حتى نهيله بدات كتخرج مع البنات وكنشوفها في ستوريات كدير رولرز وكنقول واه شي زوين. حتى قالت لي اجي، جيت عجبني الجو وركبت في سكيت بوردين جوج المرات وقررت ناخذ هذه سويا. والجول ديالي صراحه في هادشي هو نولي ندير تريكس واعرين و نولي بروفيسيونيل في سكيت ان شاء الله وندير البوم. اش هاد الهدف؟ بديت سكيت بوردين صراحه باش تكون عندي واحد السبور اللي نقدر نديرها ونقدر نعرف ليها نحترف فيها ونفرغ فيها راسي نسى فيها العالم شي شويه ونبدا واحد الهوايه اللي تبقى عندي ان شاء الله علاش لا ديما. داي نمبر 2. البارح فاش مشيت للسكيت بارك واليوم مازال لحد الان ما سكيتيتش من غير البارح فاش جيت مشيت للسطح شي شويه وسكيتيت شي شويه. مازال يلاه جيت خديت اغراضي اللي خاصني نديرهم ضروري ومن بعد مشيت نسكيت باقا حتى ما كليتش صافي. دابا غنطلعوا السطح. الحاجه اللي لاحظت فيا انايا هو انه اي ام غوفي. غوفي اولا ريغولر هو البوز ديالك وانت كتسكيت اللي ترتاح فيها اكثر. مثلا انا يا غوفي كي اللي كنحط رجليه اليسريه هي اللي لقدام وانا كنحط رجلي اليمينيه هي اللي لقدام. الا كنتي كترتاح برجلك اليسريه لقدام فراه انت ريغولر سو اي ام غوفي. ولكن في سكيت بوردين من الافضل انك تريني عليهم بجوج. مثلا دابا انا خاصني نتريني على الترجليه اليسريه تكون لقدام باش نرتاح في سكيت بجوج، حيت كاينه واحد تريك سميتها سويتش اللي كتكون كدير برجلك العاديه اللي مرتاح فيها. مثلا انا غنكون غاده برجليه اليمينيه لقدام وغنقلبها غتولي رجلي اليسريه هي اللي لقدام. حيت كل ما خدمتي على راسك انك تولف رجليك بجوج يلعبوا في السكيت بوردين ماشي غير وحده كل ما غتكون حسن كل ما غتصعب لك اكثر الا عطلتي تعلم السويتش بكري. من البارح مشيت كنلعب في السطح بقات السكيت بوردين ديالي كدير في الصوت وانا كنحركها. انا نوريكم بحالاش. وهذا الشيء كاع ما سمعتو الصراحه كاع فاش كنت في البارك ولا فاش كنت كندير في البارح في الزنقه. اصلا جديده البور يعني يلاه تركوا هذا الشيء كامل مع بعضياته فعادي. ولقيت عاوتاني في يوتيوب باللي الناس كتبقى عندهم ديما السكيت بورد فيها الصوت ما عرفت. المهم سولت سكيت بوردرز قالوا لي راه عادي يكون فيها هذا الصوت هذا صافي. وعاوتاني الحاجه اللي خاصني نخدم عليها هي الاولي. الاولي اللي ما كنتوش كتعرفوها هي من كتنقز على السكيت بورد. الاولي ضروري الواحد يتعلمها
باش يدير اي حاجه في سكيت بوردين. اي تريك خاص ضروري الاولي تكون عارفها باش تقدر دير داك التريك الاخر. شنو اخر خاصني نتعلم بزاف؟ وعرفت شنو واحد الحاجه مع بقيت هزه سكيت بوردين من الجريب ديالها. الجريب هو داك الكحل اللي في كيحك هكا. هذا هو الجريب تايب. الابهام ديالي بجوجهم اليمين واليسار ما عاد حرشين ولا حرشين بزاف. وحتى في العضلات ديالي من فقد لقيت باللي ايديا صور يعني كنحس بحال درت بحال ترينيت درت سبور. ليتس جو. الحاجه اللي انا ملاحظه هو انه بهذا الصباط رجلي كتلصق بزاف. رجلي كتلصق بزاف في السكيت. ديجا هاد الصبابط هادو غير لقيتهم ولقيت بلي مناسبين للسكيت مع الطالعين كيشبهوا الفانز شويه والكونفيرس. وسكيت بوردين خاصك تلبس فانز ولا كونفيرس مزيانين ولا نايكي ديال سكيت بوردين حيت نايكي دايره مارك ديال الصبابط ديال سكيت بوردين بالضبط حيت دغيا كيتقطعوا بزاف. كنقولها ولكن ما عمري جربتها. مازال لحد الان ما طحت كاع غير كنتاكل بحال كيما شفتوا اليوم نقدر نطيح دابا. هاد الحاجه بغيت نتعلمها هي كيفاش ندير بحال هكا. هاي واو نايس. عجبنيش لي فاش كندير لها بحال هكا كتضرب بالارض بزاف وكنظن الناس البرو ما كيهزوهاش بحال هكا. شوف واحد الحاجه اللي خاصها تقاد في هذا البورد هي تراكس اخفاف شي شويه مع مي كنبغي ندور ما كدورش دغيا فخاص هذه تخفاف. ما عنديش صراحه داك التول اللي كتحل هذا باش نخفف شي شويه فمين نمشي ان شاء الله سكيت بارك مره اخرى نخفف هذيك الساعه حيت كاين بزاف ناس عندهم التولز تبا. Day number 3. يلا نمشيو دابا لأونفا بارك. أول مرة نمشي ليه. هاد المرة هادي قررت غنلبس هاد القميجة مع باردة تحت منها هاد كولمونتي أوف كورس حيتاش نصكم زيف نايكي هذا أوف كورس مع الشمس كتكون قاسحة جدا جدا. أو الصبابط اللي اكتشفت أنهم مزيانين السكيت بوردين البارح هادو أو شكارتي ولا عزيز عليا نهز بزاف الحوايج في الشكارة كاع داكشي غير حتى ما نتحسرش إحساس واعر. هي غتنوض وغادي تشوف واش شوفي الاخره دابا صافي هكا بعد احسن
اه لا هانت شوفي شوف هاد العيبه بلاش اجي 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 نوريو هادو البروتيج ديال نهيله خداتهم من ديكاتلون ب 150 درهم كاينين الاخرين هادو الام حيت شلقني الاس لقيتي هادو اختيتهم الام على قبل حيت انا كنلبس العريض وكنلبس سراول ديال الجين عراض خاصك تحيدي السبرديله كانت مشات من هذيك رايه اللي هي كانت مشات 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 كتطلع عليا انا وقفت هنا يعني راه مشات عرفتي راه من هذيك لهنا راه دارت شي حاجه غنديروها دابا صوروني مازال ما تصورتش مزيان تشنو تلبسي هادو لبسي هادو ولبسي هادو جربي هادو بعدا جربي بغاتني نجربهم وعندك سميت لبسه ايه شحال تقاد وقلتها ليك شحال هادي انا طايب 37 ما تجيش قدام 39 جربي كندير السبه وبصح ما بغيتش نجربو وبصح باغي نشكل جربي صبري 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 وقيله درتي شي حاجه غلط وقيله درتي هادي كيكونوا هنا ياك يا ريلك الاخ باينه باينه هادو ملي كيكونوا هنا هادو وبالناسي هادي صبري 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 ويلي هادي راه الارم شوفي راه سم مرسومه فيها وباينه ارم اصلا كان ولا شي مال مزير هذا الفيديو فيه عامين ورا خمس سنين ديال والو فاش هاد الضحكه هادي كتسمع من تما انا في الاول عند راسي ماشي انا اللي كنضحك كنقول اوا الضحكه بحال ديالي وشكون هذا اللي كيضحك بحالي قلال كيبان بحال شي واحد اخر ولكن كيبان انا ما عرفتش كنخربق المهم اول مره عاد طيح توعدت على جنبه توعدت بزلفي اول مره طيح هادي بس كنحس Nice.
انا اول مره غنكحلها. غنتسنى تجي تصورني. اجي صوريني يا ز سقطني هنا. خليك تقدم خليك تقدم. إلا طحتي حاولي تبقاي هكا باش تسلقي معاه باش ما يطرالك ايوا غير وجدوا راسكم تشوفوا هادشي حتى تعياو. يلاه كنقرب نهبط وكنرجع. نهبطها هي وما تخافوش واخا كنبقى واقفه تما وخا نعرف نبقى 5 سوايع ضروري ما غنمشي للدار حتى نهبطها. المهم انجوي وقولوا لي كي جاكم الفيديو في الاخر. كنبغيكم بزاف وصافي. يا ربي بسم الله. وهذه كانت اول مره نهبط ليا هاد البلاصه واخيرا. خاصني نعاود اخر مره ضروري. ساليت ملي انا بديت هادشي على قبلكم على قبل يوتيوب. لا ولكن سالي الفيديو دي اش كنخرخين تهضر هاد الراجل. شوف هاد ماشي هاد الراجل المره بسببي انا علمت هادشي كامل. انا باقا كنتسنى في الطوبيس واليوم طحت ثلاثه مرات. اليوم ثلاثه جوج. المره الاولى فاش توعد المره الثانيه فاش درتها ما دراتنيش. جوج المرات طحت اليوم. إلا زدنا على شحال مرة طحت قبل هي 4 المرات في المجموع وقيلة 4 المرات. كنظن هذا نهار 7 ولا 8 وأنا كنسكيطي. أول مرة نهبط في هذيك كما شفتوا عطو كلشي جا مسكي كاع الناس الصغار والكبار جاو كيعلموني كيفاش نهبط. صافي عجبني الحال صراحة وطحت. وفاش هبطت ودرتها لأول مرة بوحدي حسيت بواحد إحساس زوين ما نكذبش عليكم. ودابا غادي نمشي للدار. قريب المغرب بقات ما كاملاش ساعة المغرب ولا لا. انتي غتقلس هنايا خاصك تمشي مسكينه ما بغاتش تمشي على قبل الطوبيس. جيت معاها اليوم حليمه حتى هي بدات كتعلم عند الباني ومازال قد كتشي وحده بحالي. غادا نبقى نتعلم سكيت بوردي ان شاء الله. انا متحمسه بزاف باش نولي نعرف ليها ومتحمسه صراحه باش تكون هذه السبور ديالي حيت زوينه بزاف وكتعاون كتنمي لي موسك اللي يكونوا ناعسين اللي ما كتكونش كتخدم بهم. مازال لحد الان ما بديتش كنتعلم الاولي. المهم ان شاء الله هادشي كامل غنبدا نتعلم ليه وان شاء الله غندير لكم فيديو اخر من غير هذا. هاد الفيديو هذا غير بحال البدايه ديالي في سكيت بوردين. وبغيت نشكر تامارا سكيت شوب حيت هو اللي صيفط لي هاد البورد واعرف بزاف صراحه. الا بغيتوا انكم تشريوا اي حاجه سكيت بورد بيرني ولا لون بورد ولا كيدير حتى بي ام اكس وقيل سميتهم بي ام اكس ياك هذوك البيكالات اللي كيلعبوا بهم كيقصروا بهم. كيدير حتى حوايج ديال سكيتس بابط تيشيرتات الى اخره. فغنخلي لكم الويب سايت ديالو في الديسكريبشن بوكس. كاين في اكادير وكما قلت لكم في الاول ديال الفيديو صيفط لي هذه حتى لهنايا. انا متحمسه بزاف ان شاء الله غنبقى نتقدم من عنده. وصافي ودابا خاص الطوبيس يجي. نتلاقى معكم فيديو مره اخرى. كضحك عليا. نتلاقى معكم فيديو الجاي. تهلاو في راسكم وتحتكم بزاف. لابسين بحال لابسين بحال صدفه.
اش الاخر وغنرجع اليوتيوب بزاف كنبغيكم بزاف.